تركيا في دقيقة. أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ أكبر عملية جوية باسم نسر الشتاء ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ديريك وسنجار وكرجك شمالي العراق وسوريا، والتي تهدف إلى القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن وضمان أمن الحدود. أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن فرق المكافحة ضبطت كميات كبيرة من المخدرات وحققت أرقاماً قياسية للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية خلال 2021، وقال إن الفرق نجحت في ضبط 22 طناً و 234 كيلوغراماً من مخدر الهيروين و 2.8 طن من الكوكايين. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. أعلنت وزارة الصحة التركية عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في البلاد، والتي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، وتمثلت في 102,601 إصابة جديدة. تعهد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو بمحاسبة جميع المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في التعدي على حياته الشخصية مهما كانت مناصبهم على حد زعمه. تركيا في دقيقة.